السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الخط والإملاء. هذه الحصة تندرج من الأسبوع الأول من الوحدة الأولى مجال العائلة. المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. ألاحظ وأكتب. إذا لدينا حرف الدال وحرف الضاد، حرف الدال وحرف الضاد، نكتب مع احترام مقاييس الحروف. حرف الدال في أول الكلمة، حرف الدال في وسط الكلمة، حرف الضاد والضاد في آخر الكلمة. ثم نكتب الجملة: أهدتني جدتي سلة بيض، أهدتني جدتي سلة بيض. أهدتني جدتي سلة بيضن، سلة بيضن. مرة أخرى، دائما الكتابة مع احترام مقاييس الحروف. أهدتني جدتي سلة بيض. أتدرب الإملاء. أملأ الفراغ بحرف الدال أو الضاد. إذن بحرف الدال أو الضاد. هدية. إذن هدية ماذا نسمع؟ نسمع حرف الدال. هدية. دية. ضيف ماذا نسمع؟ نسمع حرف الضاد. ضيف. ض. ضخم. ضخم. إذن حرف الضاد. ضوء حرف الضاد. مأدوبة. إذا ماذا نسمع، حرف الدال أم حرف الضاد؟ حرف الضاد. مأدوبة. غضب حرف الضاد. إذا هدية، ضيف، ضخم، ضوء، مأدوبة، غضب. أكتب تحت الصورة الاسم المناسب. إذا الصورة الأولى بيضة، الصورة الثانية مضرب، الصورة الثالثة رضيع، الصورة الرابعة دراجة. إذا بيضة مضرب رضيع وأخيرا دراجة. السؤال الثاني والأخير: أتذكر وأكتب جواب الأبي في نهاية نص القراءة. إذا ماذا قال الأب؟ قال الأب: عذرا ولدي، عندما تسمح الظروف سأشتري لك دراجة. إذا ثم نكتب
ما قاله الأب في نهاية النص القرائي. غدرا غدرا ولدي عندما تسمح الظروف سأشتري لك دراجة غدرا ولدي عندما تسمح الظروف سأشتري لك دراجة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.